بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا وزن علما. معرفة نوع ربط المحرك إن كان مثلثي أم نجبي. أولا نكتب قاعدة، نكتب مثلثي على الجهة اليسرى ونكتب نجمي على الجهة اليمنى، وننظر إلى لوحة المواصفات لمحرك ما. مثلا المحرك لدينا لوحة مواصفات مكتوب عليها 220 فولت 380 فولت، ونقارن. دائما نكتب التوتر الصغير على الجهة اليسرى والتوتر الكبير على الجهة اليمنى. 220 فولت، إذا كانت مصدر التغذية لدينا 220 فولت فالتركيب مثلثي، أما إن كان لدينا مصدر التغذية 380 فولت فالتركيب نجمي. مثلا لدينا محرك مكتوب على لوحة المواصفات 380 فولت 660 فولت، ومصدر التغذية هو 380 فولت. إذا نكتب قاعدة تاعنا مثلثي على الجهة اليسرى ونجمي على الجهة اليمنى. إذا الربط يكون المحرك لدينا هو مثلثي. كما نرى الآن لدينا محرك من نوع ABB 380 فولت 220 فولت عند 50 هرتز، عند 50 هرتز. إذا الربط لدينا إن كان لدينا مصدر التغذية 380 فالربط نجمي، أما إن كانت لدينا 220 مصدر تغذية فالربط يكون مثلثي. هذه هي القاعدة ببساطة.